الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمن الحق ليس من يقول اكشفوا عن قلبي وشققتم عن قلبي، لا، المؤمن الحق الذي يحتكم لما أنزل الله ولا يرضى بحكم الجاهلية. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى ولكن غيرهم تبع، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن عندما يحتكم إلى القرآن يأمره الله تبارك وتعالى أن يحكم بين الناس جميعا بما أنزل الله، فاليهود والنصارى إذا احتكموا إليك أيها الحاكم يا رسول الله ويا من يأتي بعده، احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أي شهواتهم ومصالحهم، فمصالحهم لا تكون إلا بالحكم بما أنزل الله، وحكمنا لهم بما أنزل الله إذا احتكموا إلينا في أمور تخصهم كالطلاق والميراث. ما في عند النصارى ميراث، فيحتكمون المحاكم الشرعية الإسلامية برضاهم. أما إذا كان هم يريدون أن يقسموا التركات بشكل خاص في دينهم يفعلوا ما يشاءون، لا إكراه في الدين. الإسلام لا يكره أحدا على أن يحتكم لحكم لا يرضى به يخالف ما يعتقده أنه ليس من دينه. أما الأحكام العامة فلا يختلف فيها اثنان، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فالقاتل عندما يحكمه الإسلام بالقتل لا يعني أن هذا مخالف لما أنزل الله، لأن القصاص موجود عند اليهود وعند النصارى أيضا، ولكنهم حرفوا وبدلوا. عقاب الزنا موجود عند اليهود، وأيضا النصارى يقرون ما أنزل على موسى ويزيدون عليه من توجيهات ومواعظ للسيد المسيح عليه السلام، فلا يختلفون عن أحكامهم، فلا يختلفون في أحكامهم عن الأحكام التي أنزلت علينا. ولذلك إذا أرادوا أن يتبعوا شهواتهم لا تخضع إليهم يا محمد ويا من تحكم بحكم محمد، واحذرهم، انتبه، أن يبعدوك ويفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، يعني لا ينبغي لك أن تترك بعض الأحكام التي حكم بها الله ورسوله وتخرج إلى ما يريدون من مصالح وأهواء، لأنك إن فعلت ذلك وإن طلبوا غير حكم الله فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي بعقوبات في الدنيا من جراء خروجهم عن حكم الله وأمره. وفعلا ما خرج قوم عن حكم الله وأمره الذي هو الحكم العادل الذي يحقق الأمن والسعادة والرفاه والاستقرار في بين الناس، ما خرجوا عن حكم الله إلا كانوا أعداء لبعضهم في مجتمع فاسد يتجسس بعضهم على بعض، يتحكم فيهم رجال الأمن الذين يسمون أنفسهم رجال الأمن وهم في الحقيقة عصابات يسعون إلى مصالحهم، أسأل الله العافية. ولهذا ختمت الآية بقوله تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني لا يجوز لك أيها المؤمن أن تخرج عن حكم الله وأن تطبق غير حكم الله ولو في بعض يسير، لأن ذلك يعني أن يفسد المجتمع وأن تعم الفوضى وأن يتسلط إنسان على إنسان، وهذا ما لا يقره أساس الدين وهو لا إله إلا الله. ثم يأتي قول الله الفاصل فيقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. قول الله في الأحكام، الأحكام التشريعية والأحكام الفردية. نحن عندما نقول حكم الله لا يعني أن الحكم فقط في النظام السياسي وغيره وغيره، لا، حكم الله في كل أمور الحياة، حكم الله بينك وبين زوجتك أن تطيع الله فيها وأن تخاف عليها وأن تنفق عليها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها،
كل ذلك بينه الله وحكم به. علاقتك مع أولادك، علاقتك في التجارة مع فلان، منتجي كما صور لي، ما صور لي، رأيته في عيني منذ سنوات عندما استدعاني الأمن لسبب من الأسباب. فجاء رجل من التجار وقلت له هذا الذي استدعاني، ما أدري رقيب رئيس عقيد والله ما أدري، قلت هذا ماذا يعمل عندكم التاجر؟ قال والله هذا يعني بيجي بصدق علينا، نحن عندنا فقرة، صدق عليهم، بيصدق على الأمن، لماذا لا يتصدق على الفقراء الذين يموتون جوعا؟ هو يدفع لهم لقد يقضي مصالحهم. القضية قضية فساد أيها الإخوة. عندما تحكم بما أنزل الله معناها لا فساد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذلك بعض الناس لا يريدون حكم الله، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفسدوا في الأرض أو يتسلطوا على عباد الله، وهذا هو حكم الجاهلية. أود أن أوضح كلمة الجاهلية قبل أن أتم الآية. الجاهلية يا إخواني في العرف القرآني ليس معناه جهل القراءة والكتابة، إنما الجهل الذي يقره يذكر عنه الإسلام أنه جهل أو جاهل أو جاهلية، إنما هو أن يجهل الإنسان ربه وخالقه. عندما يجهل صفات الخالق وأنه الخالق المالك العليم الحكيم، ثم يطيع غيره، يطيع حكم غير الخالق ويترك حكم الخالق، فهذا جهل مطبق، لأنه لو عرف الله ما أطاع غيره، إذن هو جهل، جهل بالله فأطاع غير الله، عبد الأهواء، عبد الشهوات، عبد فلان من الناس، أطاعه في كل شيء. هذه العبودية لغير الله جهل. وعندما تكون في مجتمع يسمى مجتمع جاهلي، هذا هو العرف القرآني أيها الإخوة. ولذلك أحد الأشخاص في حي اسمه توم باب تومة ذكر لي أنه كان عندهم شخص غير مسلم اسمه تومة، له حمار وهو رجل قصير، فجاء شخص فهجاه فقال، قال الحمار حمار تومة لو أنصفوني لكنت أركب، فإن جهلي جهل بسيط وجهل تومة جهل مركب. ماذا يقصد بهذا؟ على لسان الحمار يقصد أن الحمار أعلم من صاحبه، لأن جهل الحمار جهل بسيط، الله خلقه لا يفهم شيء وهو مسخر للركوب عليه. أما تومة هذا اللي الله خلق له عقل ينبغي أن يفقه أن الطاعة للخالق، يعرف خالقه، يعرف ربه فيطيعه ولا يطيع المربوب والمخلوق، يقول عنه الحمار أن جهله جهل مركب، فخلق الله له عقلا ثم جهل ربه. قال الحمار حمار تومة لو أنصفوني لكنت أركب، فإن جهلي جهل بسيط وجهل تومة جهل مركب. فالذي لا يعرف ربه أو يعرفه ويتجاهله ثم يطيع غير الله في شؤون حياته، فكأنه يعتقد أن المخلوق يفهم أكثر من الخالق، أن المخلوق سيسعده نظام يضعه أكثر من النظام الذي ينزله خالق الكائنات وجبار الأرض والسماوات. أيوجد جهل أكثر من هذا؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ختمة الآية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي عندهم اليقين الذي يوقنون به أن الله هو خالق الكائنات سبحانه وتعالى عما يشركون. والحمد لله رب العالمين.